الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، أرجو أن تذكروا أننا تكلمنا عن المال وأحكام الإسلام فيه في المواضيع الآتية. تكلمنا عن ضرورة المال، وهذا يوجب علينا طلبة، وتكلمنا عن أن المال زينة وجمال بغير بصر ولا طغيان، وهذا يتيح لنا التنعم به. ثم تكلمنا عن أضرار المال، وأنه قد يقلب الخصائص ويبعث في النفس الطغيان، ويحمل الإنسان على التكبر والتجبر والظلم والوقوف في وجه جميع أنواع الإصلاح في الأرض، وأنه يحجب صاحبه عن النور الإلهي، وأنه كثيرا ما يكون فتنة في جميع نواحي الحياة، وأن أكثر المفسدين في الأرض هم من ذوي الأموال إلى آخره. ثم تكلمنا عن المال وأثره في التكافل الاجتماعي، وقلنا إن للإسلام منهجا، حين يريد الإسلام إرساء مبدأ من المبادئ أو معالجة مشكلة من المشكلات، فإن الإسلام يأتي إلى علاج المشكلة، يأتي إليها عن طريق قلب الإنسان، فيدخل الإسلام قلب هذا الإنسان ويصوغه صياغة معينة، ويملأه بالعواطف والمشاعر الطيبة الكريمة، ويصل بين القلب وبين ربه، ثم يملأ هذا القلب بالنور والحكمة. فإذا كان كذلك، أطلق الله هذا القلب ليعمر الحياة بالرحمة، ولينشر الدين بالحكمة، وليؤسس الأمم على أصول من التكافل والتعاون والتناصح لإيجاد سعادة في الدنيا والآخرة. وقلت لكم إن الإسلام في الجانب الاجتماعي وضع أساسا أول، وهو أنه لا يؤمن المؤمن، يعني لا يصدق في إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال العلماء يحب لأخيه في الإسلام أو لأخيه في الإنسانية، ولو كان كافرا فإن عليك أن تحب للكافر أن يؤمن كما آمنت، وأن يهديه الله كما اهتديت، فتحب لأخيك الإنسان ما تحب لنفسه. هذا قدر يجب أن يتصف به كل مسلم. ثم قلنا زرع الإسلام
تأكيدا لهذا المعنى زرعة المسلمين وفي البيئة الإسلامية أسباب الحب وأسباب التعاون وأسباب الأخوة وأسباب التناصر. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفوا السلام فيما بينكم. ثم أمر بتسمية العاصي وبرد السلام وباتباع الجنازة وبزيارة الإخوة وبعيادة المريض وبالتناصح بين المسلمين وبإدرار القسم. أمر بذلك كله ليوجد روابط الأخوة والألفة. وقد عرفتم من محاضرات سابقة أن الأخوة والألفة يأتيان في المنزلة بعد الإيمان بالله تعالى. وقلت يا إخوة يجب أن نزن أنفسنا بهذا الميزان. فمن وجد في نفسه حبا لكل مسلم ومن وجد في نفسه رحمة لكل مسلم ومسلمة ومن وجد في نفسه تواضعا وأخوة ودأبا وحرصا على صالح المسلمين فليستبشر بأنه مؤمن مسلم. ومن وجد في نفسه الغلة والحسد والحسد والضغائن والكبر والتعالي على الناس وعلى المسلمين فليحاول أن يكنس قلبه ونفسه من أمراضها، فإن مرضا واحدا من هذه يحجبه عن دخول الجنة. وقد ذكرت من كتاب السلوك الاجتماعي الجزء الأول الأمراض الاجتماعية التي يقع فيها الناس جميعا سواء أكانت أمراضا قلبية أم أمراضا ظاهرية. والأدلة فيها واضحة، وتعودنا أن نرى سائلنا من أجل أن تقرأ وليست من أجل أن تسترى وتهمل. إن ذلك يضيع علينا الكثير. من هنا من هذا المبدأ، مبدأ الإخاء ومبدأ الحب ومبدأ التعاون، يأتي التكافل بين المسلمين. والتكافل بين المسلمين غيره بين غير المسلمين. ولذلك لم يثبت التاريخ أن شعبا من الشعوب عاش مطمئنا سعيدا متكافلا مع روح طيبة وأخوة صافية كما عاش الشعب المسلم حين عمل بدينه وأصيبت قلوبهم قلوب المسلمين حب هذا الدين. وسنذكر الكثير من ذلك. ثم قلت ان التكافل في الاسلام وهو القضية التي قامت الثورات من اجل ايجادها ثم فشلت في ايجادها، والتي صنعت فلسفات، واقول صنعت لانها لا جسور لها في الاسلام، صنعت فلسفات من اجل انصاف الانسان من الانسان
وباءت هذه الفلسفات بالفشل، والى الان يتحدث الناس علماؤهم ومصلحوهم وفلاسفتهم في الشرق والغرب يحاولون ايجاد صيغه، ايجاد طريقه لانصاف الانسان من ظلم الانسان، ومع ذلك فالطرق كلها سبق فشلها، لانها عصارة الانسان على ما فيه من خبث وعلى ما فيه من فعل وعلى ما يحسبه من تقاليد ومواريث وتعاليم. فالذي يخرج لك القانون من البشر يخرجه بصفته البشريه وبكل ما يلابسها ويحيط به، يعني الانسان الذي نبت في بيئه مشقوقه وفي اسره فقيره وفي أبوة منكوبة وأمومة شعيفة، إذا أراد أن يسرع سوف يفرغ تعاسته في القانون، فكأن القانون ثوب حين يخرجه إنسان، كأن القانون ثوب لا يصلح إلا لمن أخرجه لينفسه هو. اما قانون الله فهو السم التي تصفع عنكم، وهو القمر الذي يضيء لكل مخلوق على وجه الارض، وهو الهواء الذي يتنفسه الانسان والجن والحيوان والحشرات على حد سواء. فنعم الله للجميع وقانون الله لخير الجميع. فحين اراد الله ان يعمل التكافل، ولو رجعتم الى محاضرات سنه 73 في هذا المسجد، المحاضرات الاجتماعيه لوجدتم فيها الشيء الكثير، لكن اليوم علينا التفصيل لما مضى اجمالا. لو رجعنا لعرفنا ان الاسلام وضع التكافل من بدايه الامر، من بدايه الايمان، فكل مؤمن يرعى اخاه المؤمن كما عرفتم سابقا. فلما وجدت الدوله واراد الله ان يبين اصول المنهج الرباني انزل جبريل ليعطي مبشره موجزه ملخصه للاسلام كله، فجاء في شكل، جاء جبريل في شكل انسان جميل شديد بياض الثياب شديد ثواب الصحر، وجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه واسند ركبتيه الى ركبتيه، ثم قال: يا محمد ما الايمان؟ فقال له، قال: ما الاسلام؟ قال: ان تشهد ان لا اله الا الله، ان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. فجاءت الزكاه بعد الصلاه، والصلاه هي العباده الاولى في الاسلام كما جاء في الحديث، هي خير موضوع وهي عماد الدين وهي قوام الايمان وهي الصله بينك وبين الله، وهي التي تفرق بين المسلم والكافر. كالذي جاء بعدها مباشره الزكاه،
والزكاة جاءت في آيات عديدة، آيات مكية وآيات مدنية. والزكاة في مكة كان يراد بها إخراج أي جزء من المال، أما الزكاة في المدينة فحددت وبينت وعرف النصيب الذي يجب إخراجه من المال. كانت الزكاة الركن الثالث في الإسلام كما قلت لكم، وأوجبها الله على من عنده نصاب. هذا النصاب يختلف، لأن الأموال التي فيها الزكاة تختلف. فالأموال كالزكاة تجب في الفضة، وتجب في الذهب، وتجب في عروض التجارة، يعني الأشياء التي نشتريها من أجل التجارة فيها، بنية التجارة فيها. وتجب الزكاة في الزروع، كل حب، كل حب يقتات منه الإنسان، وهذا الحب يصلح للابتكار، مثل البر، الشعير، الفول، العدس، الحلبة، السمسم إلى آخره. هذه الأشياء أكثر الفقهاء قالوا هي التي تجب فيها الزكاة من المزروعات، وبعض الثمار الأخرى تضاف إليها مثل التمر والزبيب. التمر والزبيب، وفي الزبيب ثلاث. وبعض الفقهاء كأبي حنيفة قال إن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، فيجب إخراج الزكاة من كل شيء تنبته الأرض وأنت تستنبطه. يعني اللي ينبت في الصحارى ما لك دخل فيه، يعني تنبته أنت الذي تزرعه وترويه وتستنبطه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقال هذه الآية عامة، فإذا خرج من الأرض بالسير يجب الزكاة فيه، الكبر تجب فيه الزكاة، الجرجير، الملوخية، البامية، الفاصوليا، كل هذه الأشياء مضاف إليها القمح ومضاف إليها الشعير والتمر إلى آخره. يقول كل شيء ينبت بنفس البات، يعني انت تزرعه تجب فيه الزكاة. هذا رأي أبي حنيفة، ووافقه بعض الصحابة وبعض التابعين في ذلك. ومتى يجب؟ يجب إذا قصدنا الزرع أو الثمر، ونخرج من الزرع أو الثمر ماذا بنخرج منه؟ إن كان يسقى بغير مشقة في إخراج الماء، يعني يسقى بماء السماء أو ماء الأنهار الجارية بدون صعب ولا سقيا ولا حيوانات في السبل، يبقى تخرج العشر. يعني كل عشر كيلوات تخرج كيلو، يبقى لما تطلع عندك 100 كيلو يبقى فيها 10 كيلوات على طول كده. وإن كانت بتبقى بالشعب، أنت بتستخدم الحيوانات في السقي أو بتستخدم قوتك وتخرج الماء من البئر، فتخرج نصف العشر.
فكل 20 كيلو طلع فيها منها كيلو واحد سكر. اما هذا بالنسبة للزروع والثمار. اما بالنسبة للحيوانات فان الزكاة يجب اخراجها من الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم بشرط ان هذه الحيوانات تكون اكثر رعيها مما لا كنت تفيه. يعني ايه؟ يعني بسرعة في البادية من الاعصاب. اما اذا كنت انت تشتريها وتروح تشتري لها العلف وتشتري لها الاشياء علشان تطعمها، يبقى انت بتنفق عليها فلا زكاة عليك عند اكثر الفقهاء. انما الزكاة على الحيوانات السائمة والسائمة التي في اكثر الكون اكثر العام ترعى بدون نفقة منك انت، بترعى كما قلت لك في الاعشاب النابتة والزروع النابتة في الكافية. طيب بنخرج منها اذا بلغت نصاب، والنصاب فيها البقر بيكون وصل 30، الغنم 40، الابل 5، وبعد لها طريقة النصاب بتاعها. الزرع عرفنا ان الجماعة اللي قالوا ان يجب الاخراج فقط من الاشياء التي يأكلها الانسان وتتكسر، قالوا اذا بلغت نصابا، والنصاب عندهم حوالي 50 كيلة. تعرفين الكيلة دي ولا مش عارفينها؟ 50 كيلة يعني تضرب 4 150 بتاع 600 كيلو، حوالي 600 كيلو. إذا وصلت إلى 600 كيلو يجب فيها الزكاة، أقل من كده لا زكاة فيها. بعد كده تجب الزكاة في الذهب والفضة. وإحنا خدنا ده الذهب إذا وصل إلى 20 مثقال والفضة إلى 200 درهم، وإذا وصل وبلغ الحول مضى عليه الحول، والحول لا يشترط إلا في زكاة الذهب والفضة والتجارة وفي زكاة الحيوانات. أما زكاة الزرع والثمار فليس فيها حول، مجرد ما تتفق الحبة تقطعه تخرج منه الزكاة. دي يعني صورة عامة لما يجب فيه الزكاة. طيب تعالى بقى نشوف فيه مصرف آخر هنبقى نتكلم عنه بعد كده. تعالى نشوف الزكاة مصرفة على مين. أظن يا إخوة سوف تسمعون في مصارف الزكاة التي أنزلها الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بقسمة نبي حتى أنزل مصارف الزكاة وعلم الناس إياها. معنى الحديث يعني ما تركش القسمة للنبي يقسم الزكاة كما يريد أو يجتهد، إنما الله هو الذي أنزل تقسيم الزكاة والمصارف التي تصرف فيها الزكاة. فمن الذين يأخذون الزكاة؟ الزكاة دي في المال بتعتبر 2.5%. أنا هفترض مثلا إن إحنا في بلد مثل العراق. بلد مثل العراق موجود فيه الزروع، موجود فيه التجارة، موجود فيه تربية الماشية وبكثرة. فلو أننا إحنا موجودين في قرية، الأموال اللي هي الذهب والفضة الأموال السائلة، هنطالب جميع التجار يعطونا آخر العام 2.5%.
كل 100 دينار يعطونا منها دينارين ونصف دينار. ومثال الجماعة كل الزراع الأرض بتنبت في السنة مرتين وثلاثة، فحنجمع الزكاة من الزراع مرتين أو ثلاث مرات في السنة. أجيب كل ده لبيت المال للزكاة. الجماعة اللي عندهم أبصار وأغنام وجمال بسرعة حنجمع هذه الزكاة منهم. تذكر حضرتك لو أن البلد جمع هذا المال تأكد إنه حيكون أوفر من أي مال أنت تتصور. أي مشروع تحب تعمله بهذا المال لصالح الفقراء والمساكين سوف تجد المال الوفير من أجل هذا المشروع. لن يبقى على الإطلاق فقير أو مسكين أو أي محتاج. طب أي محتاج جيد كيف؟ هذا المال لأنه كثير الله تعالى لم يعطيه لسنسلم فقط، لما الصوتين اللي بيغن عليهم المدعو الاشتراكية ومدعو الشيوعية ومدعو انصاف المظلومين، لما الفقير والمسكين لا. تعالى مال ربنا بيديها اليوم. انا عايزكم تفتحوا اذانكم جيدا. في اثنين بس فقراء في ثمانية اصناف، الاصناف الثمانية ستة منهم اغنياء واثنان فقيران. وازاي الاغنياء ياخدوا؟ هتشوف المسألة. مش بيعطي الإسلام يعطي الفقير فقط، لا، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير من لا مال له مطلقا، والمسكين من عنده من المال ما لا يكفيه، أو بالعكس. والمسألة مش مشكلة. يعني إيه ما لا يكفيه؟ يعني عمك عرعر، وانا بقول عرعر لان الاسم مش هيتنسى، عنده ست اولاد وام وابوه يبقوا ثمانية وهو ومراته يبقى عشرة. بيقبض 150 دينار، ساكن في شقة من 3 خضرات، ابوه وامه في خضرة والبنات في حجرة والصبيان في حجرة وهو بينام في الصالون او في الصالة. يستأجر الشقة دي على حساب القديم ب40 دينار، على حساب الجديد ب80 دينار، على حساب قساة القلوب الذين لا يريدون الا ان يقطعوا كل صلة رحمة بينهم وبين الله حتى يقطع الله عنهم الرحمة نهائيا. تبقى استأخ ربي. انا حفرت المساك ب50، اتفضل معاه 100 دينار. كلكم عارفين ايه اللي بيحصل النهاردة. 100 دينار ل10 اشخاص، كل اولاده في المدارس في المصارف، يبقى طلع لكل ولد وبنت من الست اولاد 5 دنانير شهريا، يبقى الخمسة 36 و50 يبقى 80. 80 دول راحوا في المصارف هذا. الباقي معاه 60 دينار، طلع له كهرباء وميه 10 دنانير، باقي 60 دينار. طلع مواصلات ومصاريف نفريه 10 دنانير، باقي 50 دينار.
50 دينار طلع منها بالميت خالص، دينارين للكسوة في السنة، يعني حين في 6 ب12 دينارين في 6 تبقى ب2 في 10 ب20 دينار، يبقى فاضل معانا 30 دينار. أكلوهم لبقى العشرة دولة، أكلوهم حضرتكم حب ورز وملح وشطة وفلفل وكمون زعتر، أكلوهم طبعا مش هتفهم. يوم عمة الشيخ أبو جواد يروح يشوف البيت ده يجده، يقول هذا البيت يحتاج إلى 180 دينار، هو بيقبض 150 يبقى استحق من الزكاة 30 دينارا. هذا هو الشرع، ولجنة الزكاة بتعمل كده لأن عندها التعليمات في الحالة اللي هي تقدر عليها. ولو أنها الآن مسكة نفسها بالنسبة للرجل اللي عامل اللي بيسكت، مبعدة نفسها شوية عن هذا الزوج لأن عندها الأرامل واليتامى والعجزة كثيرون. كنت أنا بقول 50 أسرة وجابوا لي الكشف الاسم 60 أسرة ومش 50. يبقى إذا هذا المسكين ما لا يكفي، إذا كان مرتبه لا يكفي الشهر يبقى ده اسمه مسكين. افرض واحد بيجيله مرتب سنة، يعني عنده قطعة أرض مأجرها وبياخد فلوسها، نقول له بيع الأرض ما دام ما المال لا يكفيك، وكل من الأرض دي لغاية ما تخلص وتبقى فقير خالص على الأرض وبعدين نعطيك. أنا خدت زمان أحيانا أقول كده لأن كان في علماء غيري بيقولوا كده، عدم الكلام ده أنا جاوبت عنه في رسالة الزكاة، قلت ده غلط كان زمان واحنا صغيرين، ولذلك انا قلت ان ما يصحش اي عالم يبتدي يفتي الا بعد سن 40 سنة، ولما يدوخوه ويفهموه ايه هو الاسلام وايه هي مفاهيمه وايه الفقه الاسلام والعلم غير الفقه. قلت هذا، وان اللي بيخرجوا بالعلم التيار السج ده بيخربوا بيوت المسلمين. يبقى اذا بنقول له القطعة في الارض او الامارة ما يأتي منها لا يكفيك السنة وليس لك مورد اخر، فانت بقيلك مثلا 500 دينار، انت يكفيك في السنة 1000 دينار، اذا تستحق من الزكاة 500 دينار. اهو ده اللي اسمه يعطى ما يكفيك. ولذلك الشافعية لهم ضربة أقوى من كده عند بعض فقهائهم، يقولون افرض رجل ليس له أي طريق للكسب، رجل عاجز سنه 20 سنة عاجز عن العمل، ماذا أعطيه من الزكاة؟ له حيكتسب ولا فيه أي مورد له؟ قال يجوز ان يعطيه من الزكاة ما يوصله الى سن 63 سنة. ليه انا بقول هذا الكلام؟ علشان ندرك فقه الاسلام وندرك ان احنا محتاجين الى تثقف كبير فيه. طيب يبقى ده الفقير وهذا هو المسكين. نمشي شوية، والعاملين عليها، العاملون القائمون بجمع الزكاة وتخزين، واللي بيخزنوها واللي بيحرسوها وكتبة الحساب والمحاسبون اللي هو قسم الحسابات واللي بيوزعوها
يعني اللي بيجمع واللي بيوزع واللي بيحرف والكتبة، ما لم يكن عندنا بقى زكاة كثيرة هنحتاج لدائرة كاملة ومدير الحسابات والسلة اللي قائمة بالعمل دي كلها تقبض مرتباتها من الزكاة، بس تقبض بالمعروف يعني المتوسط. ادي كمان صنف ثالث، والمؤلفة قلوبه. المؤلفة قلوبهم من هؤلاء؟ ألف هم أنواع ثلاثة، جماعة من الكفار إذ أعطيناهم رضونا أن يسلموا، أو إن أعطيناهم منعوا شرهم عنا. أدي واحد. جماعة من المسلمين ضعفاء الإيمان، إن أعطيناهم صدقوا وصدقوا. جماعة من المسلمين لهم زعماء، هم زعماء. طبعا الزعماء هيتبصوا من الحته اللي جايه دي جدا. زعماء يعني ايه؟ الزعيم بتاع الدبابه ده مش زعيم. الزعيم اللي قام وضربنا ودخلنا السجون ده لسه حرام. انما دول كانوا زعماء القبائل والعشائر من اخلاقهم ورجولتهم وكرمهم ووفائهم ومروءتهم قومهم او قبيلتهم جعلتهم زعماء. يبقى دول تزعموا برضا قومهم. هؤلاء الزعماء احيانا تكون لهم قوة وشوكة. واحد عنده قبيلة فيها مثلا حوالي 20,000 مقاتل او 50,000 او 100,000 كما كان موجود وكما هو موجود الان. هذا الزعيم اذا كان في اطراف بلاد الاسلام لك ان تعطيه من الزكاة مقابل ان يمنع عنك اعداء الاسلام يحرس الجهة التي هي من قبلك، وديا هتنفع كل المسلمين. يبقى اذا هذا كل هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. الصنف اللي بعد كده وفي الرقاب. الرقاب يعني ايه؟ الرقاب يعني العبد المملوك الذي يريد ان يصير حرا، فيقول لسيده كاتبني. يعني ايه كاتبني؟ يعني اكتب علي مال، عقد، اكتب علي عقد بيني وبينك، يكون علي منه مال، ان اديت المال صرت حرا. فالسيد اذا طلب العبد ذلك قال بعض الفقهاء يجب على السيد ان يفعل، لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. وعلى السيد بعد ما يعمل العقد أن يعطي العبد جزءا من مال الزكاة يساعده، ثم يخرج العبد فيذهب للحاكم ويقول له هذا كتاب بيني وبين سيدي، علي منه مثلا 100,000 دينار، فانا لا استطيع سددها كلها، ساعدني. كان الحاكم ان على الحاكم ان يساعده من مال الزكاة ببعض المال. يعرفنا وفي الرقاب. والغارمين، من هم الغارمون؟ عمك كركور بقى. عمك كركور راح يتزوج، هو المرتب بتاعه يعني يكفيه هو وزوجته وشوية بحبها خفيفة،
فلما اتزوج انت عارف مطلوبات الزواج على ما يدوب المرتب البسيط، على ما جمع المال، جمع الفلوس اللي عنده وجدها لا تكفي، فراح للشركة دي بتبيع شوية ثلاجات وشوية أدوات كهربائية بالتخطيط، اشترى منها بالتخطيط بدون فوائد، راح مثلا على شركة علي عبد الوهاب تخطيط بدون فوائد، أنا مش بعملها دعاية بس أنا بقول على مثل يعني. اداله حاجات مثلا ب 100 دولار. شركة تانية لقاها بتبيع أدوات البيت، الحاجات اللي هي السرير والدواليب اللي هو الحاجات دي كلها برضه بالتخصيص، جاب كمان ب 150 دينار. كمل الحاجات المطلوب بقى عليه 500 دينار. 500 دينار لما حضرتك اتجوز ودخل ومضى شهر العسل وبدأ يسوق، لقى 300 دينار او 400 مش قادر يصرف. الان يدوب، هو كانت المصاريف الاول قليلة، النهاردة مش عايز يكسب نفسه ولا يذبح نفسه امام بيت الناس اللي جدي، وخصوصا اذا كانت بنت الناس. النهاردة جاي امها وبكرة اختها وبعد كده ابوها وبعدين جدها وبعد ستها وبعد عمتها وبعد خالتها، ولو يخربوا بيته ليه؟ قال لك اصل قاعد في الكويت. يعني ايه ده؟ بيقطع من جبل من ذهب من هناك، روح اخربوا بيته وراه وراه. هذا انسان مدين ما عنده من معاش يكفيه وما عليه من ديون لا يستطيع سدادها، فهو غني بمعاشه غنى لا يحتاج فيه الى الناس بالنسبة لأكل وشرب ومسكن، لكنه من جهة الديون محتاج. فهذا ما لم يكن الدين لمعصية. اما اذا كان السدان من اجل المعاصي فلا نسدد له ديونه الا اذا كان تاب ورجع الى الله. فهذا الانسان نقول له خليك الله يبارك لك في مراتك وتعيش الناس بهلي منك، تروح تمتع انت ومراتك وعيشوا في ثبات ونبات، ويلا هاتوا عمل الناس بفليهن، روح اتمتع انت ومراتك وعيشوا في ثبات ونبات، ويلا هاتوا صبيان وبنات واحنا علينا ندفع الغرامات. شرع بالشكل ده؟ ايوه بالشكل ده، هو ده الدين الاسلامي. انا ذكرتوش قبل كده قصه سيدنا سعد السلمي لما راح يقول للنبي عليه الصلاه والسلام انا عايز اتجوز وكل اللي امامك دول طلبت منهم يزوجوني فلم يزوجني احد لانني شكلي قبيح جدا. فقال له طب روح اطلب بنت عمرو بن وهب، كان عايش في الباديه والبنت جميله وابوها غني. راح طلب يبقى. المهم بعد ما ابوها وافق قال له ما معك يا سعد؟ قال ليس معي شيء ابدا. قال له خالص؟ وعملت نفسه ومزوج الناس وراه وانت ما معك شيء؟ قال ما معي شيء. هل يقول له اذهب ده انت انسان نصاب وبكاس وانسان مخرف؟ لا، ما قالوش كده. احس ان الناحيه الجنسيه احيانا تطغى على بعض الناس فلا تكون اقل من الحاجه الى الطعام والشراب، والاسلام رحمه. فقال له روح الى عبد الرحمن بن عوف وخذ منه 200 درهم، وروح الى عثمان وخذ منه 200، وروح واذهب الى ابن مسعود وخذ منه 200، فكل واحد اعطاه 300 درهم. خد 900 درهم علشان يعطيهم مهر، ونهارها
نادى المنادي بالحرب، فبدل ما يعطيهم مهر راح داخل وشاري من السوق ادوات الحرب، وقال بعد ما تخلص المعركة تبقى تزهرج. وخرج وكان خير فارس في القتال. ثم استشهد، فلما استشهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم بحث عنه بعد المعركة، وذهب وأخذ رأسه على رجله وبكى، ثم ضحك، ثم أساح بوجهه أدار وجهه إلى جهة أخرى، ثم بعد كده الصحابة سألوه بكيت ثم ضحكت ثم أسحت بوجهك؟ فقال أما بكائي فلفراق شعبي، وأما تبسمي فلأن الله أراني منازل شعب في أعلى الجنة، وأما إعراضي بوجهي لأنني ارتفقت يعني أدرت وجهي بعيدا عن شعب، فلأني رأيت الحور العين زوجات سعد قد أقبلنا إليه وقد أبدينا يعني أظهرنا في قانهن. كان علشان كده أدرت وجهي. ثم قال لرجل خذ شيئا من متاع سعد تذهب به إلى عمرو بن وهب وقل له إن الله قد اختار لسعد خيرا من شفاتكم حورا في الجنة. يبقى ما تركوش برضه بيجوزه. وتحصل يجي واحد دفع المهر جه كتير اربع اواقي، يقول لي يعني تروح تكرس تصرف على نفسك اربع اواقي كانما تنحتون من عرض الجبل؟ وبعدين يقول له ارجع في كلامك تستاهل رحت 60. لا، قال له انتظر ربنا يفردها وتيجي غنائم ولا شيء وان ربنا سهل وندفع لك المبلغ. وفعلا جات الغنائم، وكان هو في المعركة وغنى ما سدد به دينه، وسلمان الفارسي وغيره وغيره وغيره. هذا هو المجتمع الإسلامي. يبقى الغارمين المديونون كلهم جميع المديونين اوعى تروحوا تعملوها، كل واحد يطلع على طول ويروح على الشرطة ويجيب حاجات بقى بالقرض، وبعدين يجي لعمك ابو جواد والسوق جماعة بتوعه ويقول لهم انت مش بتقولوا على الغارمين؟ اه انا غرمان ومانيش قادر اسد. وتيجي تعمل لا ما يبقاش كده، لان ده يبقى تحايل على الشغلة دي. وبرضه عمك ابو جواد هو واخوانه بيسقسوها بسرعة، يعني سبحان الله بقوا يعني حساسين وعارفين اي عملية بتحاول يلف صاحبها بيقفشوها. طيب يا سيدي، يبقى والغارم وفي سبيل الله، وفي سبيل الله دي دقة عملت عملية ايه في سبيل الله؟ فبعضهم قال في سبيل الله دي تنطبق على الغزاه في سبيل الله اللي طالع يغزو يعطيه مال عشان يقاتل، وبعضهم قال والإنسان يحج يعطيه. لكن يعجبني صاحب الروضة النبية أنه قال كلمة وفي سبيل الله كلمة عامة. فالراجع أن كل عمل فيه خير للإسلام وللمسلمين فهو سبيل الله. وبالتالي يبقى بناء المدارس سبيل الله، المدارس الإسلامية، بناء المساجد سبيل الله، إقامة المشروعات الطيبة سبيل الله، كل الأشياء اللي يستفيد منها الإسلام أو المسلمين، الإنفاق على الدعاء سبيل الله، قراءة الكتب وتوزيعها سبيل الله، كل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين يبقى ده سبيل الله. طيب طلعوا الفقراء طلعوا كم واحد؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملون عليها ياخذون وهم اغنياء، وفي الرقاب ده له غني وله فقير، لان صاحب الرقبه انسان اصلا مملوك.
والغارمين ممكن يبقى غني في نفسه وبياخد لانه الدين هو لا يستطيع السداد. وفي سبيل الله عرفنا انه باب كبير مفتوح. اما الاخير ابن السبيل. ابن السبيل جميل. ده واحد مسافر. حضرته جاي الكويت عشان يبحث عن عمل. قالوا لي ان الكويت دي مفتوحة على الاخر. فلما جه وجد الحسام اسئلة. ده مش مفتوحة مثل ما كان بيفكروا بيقولوا له. على ما قعد يومين لقى نفسه الفلوس اللي جايبها خلصت. طب هو في بلده عنده فلوس. لكن هنا خلصت الفلوس. يعمل ايه؟ اللي كان عامل حسابه لكسر. ولا يستطيع ان يأتي من بلده بمال الان. نقول له اقترض وروح اما تروح ابحث. الاسلام ليس لا يكلف بهذا. انما يذهب الى عمك برضه ابو جواد واخوانك وقول لهم انا مسافر انا ابن السبيل انقطع ما معي واريد ثمن التذكره. عمك ابو جواد يروح يقطع له التذكره زي ما بيعمل ما بيرضاش. عمك ابو جواد ما بيرضاش يعطيه ثمن التذكره يقول لك انت النصاب. تقول له رايح فين من البلد الفلاني شوف الباسبور بتاعه جاي من هناك ولا لا. وبعدين يروح يقطع له هو التذكره ويقول له مع الف سلامه. وكانه لما يصرفك. فاذا الصورة هذه هي صورة الزكاة. طيب يبقى الزكاة بتجوز ناس بتسد ديون بتعمل مشروعات اسلامية بتستعين بها على الدعوة الاسلامية وعلى الجهاد وعلى الحج وعلى وعلى الى اخره. بالله عليك يا اخوة تعرفوا الجبول بقى اي مجتمع بحث الذين يستحقون المعونة كما هو موجود في الاسلام في انا مجتمع اللي بيعمل كده. احنا عارفين اخواننا اخونا اللي كان في يوغوسلافيا ذكرت لكم انه كان في مصنع فصاحب المصنع استضاف العمال الثلاثة قال لهم انتم ضيوفي وعلي عشاؤكم يوم السبت ليلة الحج. فلما ذهبوا اليه لم يقدم عشاء انما قدم كوب شاي استكانة وشوية وقطعة جاتوه واحدة لكل واحد. فقالوا له يعني ايه الحكاية في ايه؟ قالوا انا متأسف انا اصل مراتي كانت بتشتغل معايا في المصنع وبعدين حب ينقلوها صدر قرار نفسي الى بلد اخر وهي بمجرد ما تنقل احنا عارفين هنا هتلوف بكم واحد غير. فانا ما رضيت ان تنقل حتى ابحث لها عن عمل في البلد اللي انا فيه عشان احرصها وهي طالعه واحرصها وهي راجعه. ما هم عاوزين نبقى كده دلوقتي. انتم مش بتفكروا بهذا؟ والله ده اللي عايزين نصل اليه. فانا متاسف لاني مرتبي انا ومراتي كان ممكن يعشقوا منها. اما مرتبي انا وحدي وانا مدير المصنع في بلد اشتراكي فلا يكفي ان اعشيكم منه. كان يدوب جبت الحكاية يوم بيوم. فاللي قدرت عليه جبت لكم كل واحد جاتوهاية وكل واحد استكان الشاي. بس لغاية الصورة حقيقية والصورة بشعة. بعدين تكمل في الموضوع. قالوا له طيب فين مراتك الليلة؟ قال لهم لا الليلة فيه اتفاق بيني وبينها. وما دام في اتفاق يبقى شريف. قال لهم قالوا له ايه الاتفاق؟
قال لهم انا متفق انها الليلة هتبات عند واحد صديقها وانا متفق مع واحدة هتبات عندها. انت عارفين الاجازة الزوجية؟ قرأت عنها طبعا. مش معقولة انا بدأني دي الشيخ وعارفها وانتم متعرفينها. الاجازة الزوجية يعني معروفة في اوروبا وفرنسيا وكل من البلاد دي، ان الزوجة تقول لزوجها نتفق انك تاخد اجازة مني وناخد اجازة منك. يعني ايه؟ انا اتصرف على مزاجي، اشوف لي كام واحد وانت تشوف لك كام واحدة، يقول لها موافقون، فيتفق على الاجازة ان كانت لمدة اسبوع او اسبوعين او شهر، ويجتهد العملية الى هذا الحد. الست تصحى على كفة كل ليلة تبات عند واحد وهو يصح يشوف له كل ليلة واحدة وتمشي المسألة بالشكل ده. ليه؟ ما هي شيوعية واشتراكية يا فندم. شيوعية واشتراكية عندهم. ممتازة. الأفكار اللي واردة دي، أما الأفكار الإسلامية مش عادة المسلمين. ولذلك النسوان كانوا عاملين مؤتمر مش عارف كانوا عاوزين فيه ايه النسوانات دول. انا والله ما انا عارف ايه اللي بقلهم عشان كانوا خالطينه. وما بقيت بتلبس الست علشان ايه؟ انا عارف طبعا وانت عارف ايه اللي عاوزاه. هي لازم عايزه تكون مع الراجل في كل حته. والتنات كده يعني ما في غير كده. مع الرجل في كل حته لا اكثر من هذا. لكن الاصلاح كد، عمل خير كد. المجتمع مليء باماكن الصالحه للخير. المراه عندها محو الاميه باب واسع، عندها للثقافه العامه باب واسع، عندها للفقراء واليتامى باب واسع، عندها للارامل والمساكين باب واسع، تقدر تساعد وتقوم بدور. لكن دور ده كله ما فيش رجالة. احنا عايزين الحتة اللي فيها راجل وبس. طيب كده. وما يكونش راجل من نوع معين. لا يكون له بقى. ولا يكون له جديد الصلاة. ولا يكون يعني فقير. ولا يكون راجل كبير السن. هو فيه مواصفات للراجل المطلوب ان احنا ان الحكاية القدم. يبقى اذا في الاسلام هذا التكافل الاجتماعي يكفي وحده. هل وقف الاسلام عند هذا الحد؟ لا. الاسلام اوجب كما قلت لكم زكاة الفطر. ليه؟ الزكاة فيه موسم خير. يجب ان الكل يبقى فرحان في العيد. والاسلام سن لنا وبعض الفقهاء بتعتبرها واجبة وهي الاضحية في عيد الاضحى. والاسلام اوجب علينا اكرام الضيف، واكرام الضيف واجب. ان كان الضيف لا يعرف شيء في البلد وليس معه مال فاكرامه واجب لليلة ويوم. وبعضهم اخذ بنص الحديث واجب لثلاثة ايام بلياليها، وبعد ذلك يبقى الضيف عليه ان ينتقل الى انسان اخر. الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم بيته. الاسلام بيقول للجار ان لما تكون داخل بفاكهة وجارك فقير محروم من الفاكهة فاما ان تخبئ فاكهتك واما ان تعطيه منها حتى لا ينظر اولاده اليك. اذا عملت في بيتك اكل وطلعت ريحتها على الجيران وهم محرومون فاعطيهم منها. اذا دخلت بلحم فلا يرانك جيرانك ان كانوا محرومين، وان رأوك فاعطيهم منها. والحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. الاسلام اخبر ان هناك صدقات تسمى الصدقات الجارية. الصدقة الجارية هي الصدقة التي بعد موتك تظل الحسنات تجري عليك من هذه الصدقة. فجاء في الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له.
فالمسلمون استغلوا هذا وظهر في الإسلام باب يسمى باب الوصف. ايه باب الوصف؟ هل حضرتك عندك مال كثير او ليس كثيرا، لكن تريد ان ينتفع به اهل الخير من الفقراء والمساكين، فتيجي للعمارة وتقول هذه العمارة وقفتها على اولادي واولاد اولادي واولاد اولاد اولادي، اذا انقطعت الذرية يعود المال الى بيت مال المسلمين. او تيجي تقول هذه العمارة انا وقفتها على الفقراء والمساكين واليتامى المحتاجين والارامل المحتاجات من اهل الكويت او من محافظة حوالي، فانت حددت النوع الذي يستفيد، فهذا يسمى وقفا خيريا. على طول بيطعم له ناظر وقف ياخذ من الوقف بقدر متوسط وعليه ان يوزع المال على المحتاجين. المسلمون حين كانوا مسلمين توسعوا في هذا الباب الى درجة لا تخطر ببال انسان يا اخوة، فوجدنا في الوقفيات الموجودة في سوريا والموجودة في وزارة الاوقاف بمصر مثلا، شوف الوقفيات، واحد وقف مالا يستأجر منه ناس، كل اعمى يستأجر له من هذا الوقت انسانا يقوده ويلزمه، اقرأ بمجرد ما يخرج من بيته يقول رايح فين، يبقى المفتح ده المبصر موظف عند الاعمى يوصله الى اي مكان يريد ويأخذ ماله مرتبه من مال الوقت. واحد ثاني يقف ما امواله للصم لمن يقومون عن الصم والبكم بالاعمال المطلوبة منه. واحد ثالث يقف امواله لمن تعرفين، قال من اجل كل خادم يخرج بطبق وينكسر منه الطبق يأخذ الطبق المكسور ويذهب الى مكان معين في البلد يعطيهم الطبق المكسور ويأخذ بدله طبقا ثانيا، يبقى لرعاية الخدم حين تحصل لهم مثل هذه الحوادث. واحد واقف وقفا كبيرا على مين؟ على القطط الضالة وعلى الكلاب التي ليس لها اصحاب لتأكل وتعيش من هذا الوقت. واحد واقف امواله على كبار السن، وجدنا وقف معرفش اخبرتكم ولا ايه، واحد واقف امواله تعرف على مين؟ على علاج المرضى بالمستشفيات بطريق الايحاء. يعني ايه؟ يعني لما واحد يدخل المستشفى مريض، هذا المريض حالته النفسية هابطة لان اللي كانوا بيزوروه هو مريض، واحد لما بص في وشه كده يبص يقول له الله يشفيك، والله ابو فلان كانت عليه خبرة زي عنبتي الله يرحمه، يبقى يقيسه وده ممنوع شرعا. واحد تاني يشوفه عندك ايه؟ والله اصل ده جنبي والحته دي منتفخة، يقول له ربنا يرحم وربنا يلطف بيه، والله ابو فلان عمل العمايل وطلع وخدوه على لندن وعلى باريس والاخر مفيش فايدة. فالانسان ده جه يقف، فالراجل واقف المال ليستأجر منه ناس، يجوا اثنين
يقفان بجانب سرير المريض اليائس النفس، فيقول احدهما للاخر كأن لا صلة له بالمريض، يقف هو لابس ملابس الممرضين، فيقول له يا فلان قرأت النهاردة الكلام اللي كتبه الدكتور عن فلان؟ يقول له قرأت، والله زين، ده حالتي اتحسنت جدا يا اخي، ده اول ما جاء المستشفى لم يكن هناك امل، لكن تصور انه في مدة وجيزة حالته اتغيرت. الطبيب هذا فلان الفلان، الطبيب ده ما وضع يده على مريض الا وسطه الله. يا اخي ده ربنا عامل في كده في ايد الصفة، وعامل في قلب الرحمة. قال من اجل هذا صفة الاموال، من علشان كده كنت لما تيجي الاعياد والمواسم ورمضان والايام الخيرية والحج ودي، تجد البيوت كل بيت طالع منه اموال، ده مطلع الزكاة، وده مطلع زكاة الفطر، وده مطلع الوقفيات اللي عنده، وده مطلع ما يجب عليه نحو اقربائه، وده بيصل رحمه. الجو كله جو طيب. انا حضرت بلد في مصر في التل الكبير، في الشرقية اسمه التل الكبير، وجدت عندهم هذه الروح. البلد اصلا كل من فيه كان يزرعون في ارض ليست لهم، كانت تبع للملك زمان، ومع ذلك وجدت عندهم غنى ليس عند الكثيرين. اخذت اتعجب واستغرب، ولكن جه يوم بيسموه عندهم ليلة الغطة. ليلة الغطة دي من سعيد بحق عادة قديمة او ابقى دي الكبت، يوم 11 من شهر طوبة. تعرفين شهر طوبة لا؟ في نص الشتاء، في نص الشتاء 11 من الشهر. قال عندهم ان الماء بيبقى في الليلة دي دافئ. الايد البسيط ده بسيط، لقيت الناس كل واحد ساري القصب الاحمر، هذا ساري قصب اعواد اللي سارينه متعود واللي 50 واللي 60، واخد وماشي، ده بيجري الناحية دي وده الناحية دي وده ايه يا جماعة؟ قالوا الليلة دي ليلة الغصة. طب وماله؟ قال كل واحد بيودي لمين؟ قال بيودي البنات وبنات بناته وعمته وخالته وبنت عمته وبنت خالته وابن عمته وابن خالته، كل القرائب يودوا لهم. الكلام ده عنده قال امال في العيد بتعملوا ايه؟ قالوا تعالى فلان ده عنده 11 بنت في العيد، يبعت لكل بنت معزه، 11 معزه لكل بنت معزه. قلت لهم صحيح، الان عرفت لماذا بارك الله لكم وبارك فيكم. يبقى احنا لسه بنتكلم كيف يكون التكافل الاجتماعي عشان نقتنع بديننا وربنا يوفقنا. احد المسلمين يملك 12,000 دينار ولا يزكي علما بانه يصلي ويصوم،
ما هتكلمنا في الوقت الكلام ده يبقى فارق لركن من أركان الإسلام الهام. وابن عباس يقول من صلى ولم يزكي فلا صلاة له، لأن الله قرن الصلاة بالزكاة كثيرا كما قال وأطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلا طاعة له، وقال أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلا يعتبر كافرا. وبعدين واحد بيقول ما معنى قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بحفيده؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله نتكلم عن أبواب القرض الصدقة، أبواب الصدقة. واحد رجل أنذر رجل بأن إذا قضى عنه أمر أن يتعرى كما ولدته أمه ويعبد الله ثلاثة أيام متتالية هل يجوز ذلك؟ أما الحديث من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، فالتعري لا يجوز أن ينفذه، ده غلط. أما كون يعبد الله ثلاثة أيام متتالية يبقى عليه يعبد الله ثلاثة أيام متتالية. هل الحيوانات والمخلوقات دي من أرضية يعني زي الحشرات وغيرها تبعث يوم القيامة؟ فيه رأيان، رأي يقول إنها تبعث على سان الحديث يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة التي لا قرون لها، الله يحاسب الشاة التي لها قرون ونطحتها يوم القيامة. طبعا الشاة اللي نطحت مش هتدخل النار، لكن هذا تعبير عن عدل الله. فالبعض يقول إن هذا الحديث يؤخذ على ظاهره فالله يبعث الحيوانات يوم القيامة، وهذا رأي قوي. والبعض يقول إن هذا تصوير رمزي يبين عدل الله تعالى. هل يجب على المصلي وضع الستر أمامه؟ أيوة، إذا كان يخشى مرور الناس أمامه يبقى يجب وضع الستر. ما حكم الصلاة للميت؟ أهل السنة يقولون إن الصلاة للميت يصل ثوابها. علم تحضير الأرواح، هل هو تحضير الأرواح ولا تحضير الشياطين؟ قلنا أكثر من مرة إن تحضير الجن وليس تحضير أرواح. الراجل اللي عثمان بن أبي العاص لما قال للنبي يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ منه واتكل على يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. أولا هو بيسأل هل الإنسان إذا التفت برأسه تبطل صلاته؟ لا، الالتفات بالرأس لا يبطل الصلاة. اللي يبطل الصلاة الالتفات بالصدر عن القبلة، مدة ركن من الأركان، مدة ركوع أو سجود، هذا الالتفات، وإذا كان بغير عذر هو الذي يبطل الصلاة. أما لو التفت برأسه بدون سبب يبقى مكروه، بسبب لا شيء عليه. يعني ابنك ذنبك وانت شعرت انه هيقع مثلا من على السرير من على الكتف، فالتفت اليه لتتاكد لا شيء عليه ابدا. ولو انك وجدت هيقع تتحرك حركه خفيفه وتمسكه وتنزله وتخليك في الصلاه. بعدين لكن التفل، هل التفل ده بيصل الصلاه؟ كل العلماء بيقولوا بيبطل الصلاة لأنه عبارة عن سلام. فالظاهرية أخذوا بأن مثل هذا للتعود لا يبطل الصلاة، والآخرون قالوا إن هذا كان خاصا بهذا الإنسان، وأنا أميل إلى هذا الرأي لأن ده كان علاج خاص لي. لأن لو كل واحد بيكون الشيطان في الصلاة، فلو كل واحد جاء الشيطان في الصلاة قاعد يبطل يبقى كل الناس هيتفقوا على بعضها، ده اللي هيحصل. وما حصلش ان الصحابة عملوا كده ولا التابعين ولا الأئمة، عشان ناخد بالنا من هذا.